مصر، وبعد كده تتمرن بقى من خلال برنامج تدريبي خاص سواء يوم الثلاث او الاربع باذن الله تعالى هناك في ابو ظبي، وتلعب مباراه يوم الخميس ان شاء الله. في برنامج بدني خاص للتدريبات هناك في الامارات، وده تم التنسيق من خلاله مستر فايلر والكابتن سيد عبد الحفيظ بخصوص هذه الامور. احنا عارفين ان الكابتن سيد عبد الحفيظ زمانه خلاص وصل، يعني اعتقد يعني زمانه وصل لابو ظبي او في الطريق هو والكابتن سمير عدلي عشان يرتبوا كل الامور الخاصه باستقبال بعثه النادي الاهلي بكره باذن الله تعالى. وده يعني حاجه متعارف عليها دايما في النادي الاهلي. بكره الفريق هيتحرك وهيروح لابو ظبي، وباذن الله نتمنى لهم كل التوفيق. فيما يتعلق ببعض الاخبار اللي بتخص الاصابات، قفشه خلاص جاهز، الجهاز الطبي بياكد ان قفشه جاهز، واحنا عارفين قفشه خلال المباراه المصري ما شاركش، كان بره السكور خالص بسبب كدمه والام في الركبه، لكن اللاعب سليم تماما، تاكدنا من الجزئيه دي، وان شاء الله هيتمرن بكره بشكل عادي جدا والتدريبات المتبقيه حتى موعد المباراه. ده بالنسبه لمحمد مجدي قفشه. بالنسبه لرمضان صبحي، رمضان شارك في التدريبات امبارح زي ما احنا متابعين مع حضراتكم لحظه بلحظه، والامور جيده بالنسبه له ومبشره، لكن يبقى القرار في الاخر قرار مدير فني، ويبقى ان المدير الفني في انتظار التصريح الطبي بمشاركه رمضان صبحي في المباريات. التصريح الطبي خرج بالمشاركه في التدريبات خلاص، المباريات بقى ده هنشوفه خلال، هنتابعه كده مع بعض خلال الفتره اللي جايه، وامكانيه الاستعانه برمضان صبحي في مباراه السوبر. موجود رمضان او مش موجود رمضان، في الحقيقه قائمه النادي الاهلي مليئه بالنجوم، يعني خصوصا الاهلي ما تاثرش بغياب رمضان، طبعا لعيب كبير جدا جدا يعني، وبيختلف عن معظم اللاعبين في الدوري المصري، لكن الاهلي في نفس الوقت في ظل غياب رمضان على مدار الفتره اللي فاتت ما تاثرش، وقدر ان هو يفوز في مختلف المباريات وفي مختلف البطولات وادى بشكل جيد جدا، لكن عودته ايضا هتبقى اضافه ايجابيه كبيره بالنسبه للفريق. ده فيما يتعلق باستعدادات النادي الاهلي لمباراة السوبر، وهنستمر طبعا في هذه التغطيه لحظه بلحظه مع حضراتكم وكل ما يتعلق بالفريق قبل هذه المباراه المرتقبه. طيب خليني اقول لحضراتكم كمان مباريات اليوم. مباريات اليوم في مختلف البطولات، النهارده في مباراه في البطوله العربيه كاس محمد السادس ما بين الاسماعيلي والرجاء المغربي، نتمنى كل التوفيق.